بسم الله الرحمن الرحيم. سمحت شيخ إذا تفضلت تعرضون على أولئك الذين لا يأخذون رأي البنات عند الزواج أو يرغمونهن ويحتجون بأعذار وأعذار. على كل حال ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم وليته على الزواج، بل لا بد من إذنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح بها حتى تستأذن. قالوا: يا رسول كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي اللفظ الآخر قال: إذنها صماتها. وفي اللفظ الثالث: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على الأب أن يستأذن إذا بلغت تسعا فأكثر. وهكذا أولياؤها لا يزوجون إلا بإذن، هذا هو الواجب على الجميع. ومن زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح. فالنكاح غير صحيح. غير صحيح. جزاكم الله. لأن من شرط النكاح، من شرط الصحة، الرضا من الزوجين. نعم. إذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب فالزواج غير صحيح. إلا الأب فيما دون التسع، من زوجه صغيرة أقل من التسع فلا حرج على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع. نعم. كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. أما متى بلغت تسعا فأكثر فإنه لا يزوجها إلا بإذنها ولو أنه أبوها. نعم. بارك الله فيكم. ابن باز رحمه الله.